مقصرين في ديك البلاصه. ملي مشاو تناقشوا تناقشوا نادو قتلوا ولدي قتلوا ولدي. ري رجع داك الشاهد لقاهم قتلوا ولدي. قال لي نوضي ولدك مقتول ومليوح في الشانطي. قال لي نوضي ولدك مقتول ومليوح في الشانطي. انا انا عارف القصه ديال الدم ديالك من الاول. كيفاش تخرج من الدار؟ كيفاش تعرف العامل ديال الاحتيال؟ الحمد لله نفس الراي العام يحاول يفهم. دابا ولدي مراد منصوري تقتل نهار 6 في شهر 9 2020. عيط عليه صاحبه خرج مشى عنده. مشاو للبلاصه ديال اللي فيها القساره مقصرين فيها جوج البنات وشي سبعه اولاد مقصرين في ديك البلاصه. ملي مشاو تناقشوا تناقشوا نادو قتلوا ولدي. ملي قتلوه الدري هرب اللي معاه شافهم كيضربوا فيه هرب. الناس اللي واش خدامين معاه؟ ما خدامين معاه ما حتى شي ولاد الدوار. ولاد الدوار نزاع ما نقدرش نقول لك واش عندهم نزاع ولا ما. المهم ولاد الدوار وكاينين البرارنا ماشي ولاد الدوار كاينين التوازا وكاين واحد من كادير برانيين كاين البرارنا. واش كيديروا شي مخدامين؟ خدامين في ديك الفيرما. شي فيرما خدامين خدامين في الفيرما. ونهار تقتل ولدي فيرما حبسوا عليها هزوا حوايجهم وزادوا في حالهم فيها الشفرجل وفيها الرمان. يعني كاين الخضار جيب هذوك باركين تما ساكنين تم. ملي تقتل ولدي هزوا ماسكانهم وزادوا باش ما يدوزوش البحث باش دوزو هما. انا راه نسيت ما قلتش فاطمه الزهراء هما هاد المتهمين راه دوزوا 6 شهر عطاوهم 6 شهر ديال ما عرفناش ديال اش هذيك 6 شهر اللي دوزوا داروا لهم تهمه اخرى ودوزوا 6 شهر. ملي تقتل ولدي ملي تقتل ولدي وعيطوا الناس قالوا بان الغاوت كان في ديك الفيرما داروا هما هكا شنو هك راه دوزوا ولد المتهم ومعاه واحد اخر والاخرين صيفطوهم بحالياتهم ودوزوا 6 شهور. هذيك 6 شهور ما عرفتش انا اش داروا لهم فيها ما كل واش كيقول. كملي القصه لله غير المهم ملي ملي الدري رجع داك الشاهد لقاهم قتلوا ولدي. قال لي بوات المتهم قال لي الا قلتي شي حاجه تترك مع ولدي لهي. الدري خاف هدوه ما عليناش واخا هدوه من بعد اعترف ليا. قال لي غير واش مات واش مات؟ قال لي مات. دابا قتلوه في شي بلاصه وجاو لحوه في الشانطي. قتلوه في الفيرما وهزوه وجابوه. علاش هذوك الطونوبيله ما دار ليها الخبره؟ علاش الطريبورتو اللي تباع ما دار ليه الخبره؟ واش هز جثته ولا ما هاش؟ واش هز انه في يديه ولا ما؟ المهم خاصو دار الخبره لجميع الحديد اللي عندهم هما يدار ليه الخبره باش عرف. هنا راه ما كاينش شي بحث. وصلتك انت الخبر ان ولدك مليوح في الشانطي؟ ولدي قالوا لي ماشي قالوا لي ولدك مقتول بحال قال لي نوضي ولدك مقتول ومليوح في الشانطي. شو اللي قال لك هذا؟ عم بات عم راجلي. ايه حنت ولدي ما دايش فيه الدم بزاف في الشانطي نازف في بلاصه اخرى وعاد جابوه حطوه تماك حطوه على كرشو ضاربه النول الفخاد باش يعرفوا ولا يقولوا كسيده كسيده ما غاديش تشرطوا من فخادو ما غاديش تجبد لي الحوايج ديالو وتنتشوا ليه بحكا بالكلاب الكلب تقتل. قال ولدي شدوا ليهم تحاموا عليه وقتلوه. من بعد قتلوه ملي مشيت قلت للدارك راه الكلب تقتل هو مشى كيقول للشاهد بان تشهد ليا بان الكلب راه كان مريض هو مات. قال لي ما نقدرش بان الكلب راه ما كانش مريض. الدارك ما مشاوش خداو الكلب اللي ياخذوا منه العينه ويعرفوا داك الكلب باش مات. بات المتهم مشى كيحرق باقي الجثه محطوطه مشى كيحرق واحد المسافه 18 متر وكيحرق. شنو كان كيحرق؟ الدارك واقفين وهو كيحرق. شكون هو بصيفته هو شكون؟ كون داير هذيك الخدمه يديروها الدارك الا كان دم غيمشي الدارك اللي يحرقو. تهز ولدي والدارك واقفين وهو اللي كيحرق في بلاصه ولدي. جايب ليسانس من عنده جاب الميكا من دارو باش هزوا لولدي ديك السبرديلته اللي حنا اللي في قنت تليفونه محطوط في جنبه ولا كارت ديالو حطنا في جنبه. شي كامل طرف هذيك الليله اللي هذيك الليله راه هما راه دايرين الفيلم وخيطوا فصلوا وعرفوا كيفاش يديروا الفيلم حطوا البوشيطه عامره دم حطوا عليه وراه بغاو يمثلوا بان راك السيده ضرباته وتشتات داكشي تشتت وولدي بقى في الخط نيشان. واش الكسيده غيبقى هو في خط نيشان؟ الكسيده ما لقاش ولا طوموبيل لقاش شنطه فينا ما كاين لا فرانات لا جاج لا حتى شي حاجه. هادشي تمشوا لك رجال الدارك؟ الدارك راه كاينين ولكن الدارك راه اللي جا بغا يصور كيقلعوا ليه التليفون اللي جا بغا يقول قتيله كيضربوه. ملي استدعوك رجال الدارك الملكيه قالوا لك ولدك واش مات ولا كسيده نيشو؟ ما قالوش ليا ما كيقولش يعني كيقول لي راه ولدك مقتول. اه مقتول قال لي مقتول. اه لا قال لي مقتول ولكن ملي مشيت ولدي هذاك اللي النهار في هذاك النهار مشيت عندهم قلت لهم قول لي الله يرحم لك الوالدين واحد لاجودان قول لي غير واش لقيتو القاتل وما تقولش لي سميتو. قال لي راه كاين راه مشاو يديروا خدمتهم كيصوروا. ملي عيطت انا في التليفون قالوا لي هما كيصوروا عند هذوك الناس في فيرمتهم شويه تدمس كل شيء شويه دخلوا النفوذ طمسوا لي كل شيء
لحدي الان بغيت انا بغيت التشريح ديال ولدي دابا، بغيت نعرف ولدي باش مات، بغيت نعرف ولدي كانت كسيده، قولوا لي كسيده عطيوني غير عطيوني، ولي راه هي كسيده. انت باغا ترتاحي الكبد ديالك؟ باغا نرتاح وما غنرتاحش، مازال نجبدو ندير تشريح اخر. شتي انا بغيت عاد يقولوا لي بان راه ولدك مقتول بكسيده، نعرف ذاك التشريح، نعرف حتى هو شنو. شحال منين خرج؟ عنده 22 طالع في 23. كان هو خدام معاهم في الفيرما ولا؟ لا لا ولدي كيدير صدور. اييه كيدير صدور، ما كانش خدام، كان خدام جيت الازهار. اييه وهما خدامين، خدام ولد مول الفيرما راه ما خدامش، هذاك راه على القصير وكل شيء، ما يعني الجرائم ومضاربات كل شيء ديالو، الشفره ديالو. انت بعد ما طرات شي كامل رجعت شي شويه سنين وقلت ولدي كان عنده شي مشاكل مع هذا ولا ديجا شي صداع ولا ما جاوبتش شي كود انت كأم؟ انا اللي قال لي راسي غير مني هو هاد الشيء، قال لك حكا مشينا على كارو ها راهم ناضوا دفعوه، وقيلا قالوا لي زعما لتجي عندنا، ولدي ما رضاش ضرب، حنت هذاك واحد ضرب شي واحد، حنت ولدي مهما هذاك اللي كان مشدود اللي تشد تعطاته 6 شهور مضروب، هذيك باش مضروب ما بقاوش يعطيوني انا الخبره باش هذاك خينا مضروب. شوف لان باش نحاولوا نوضحوا الراي العام اكثر، دابا ولدك تضرب وضرب بجوج باينه، دافع على راسو، طلقوا عليه الكلب، الكلب ما غادي يقجبر ما كيدير معاه قضاء عليه، كملوا عليه هما بالضرب ديال القتيله، حنت راسو مفروق فيه ثلاثه ضربات محلولين قداشنا هما وفخادو والسبرديله محيده وذاك الصبع ديالو محروق مدير بحال جروا الكلب منه. السبرديله محيده هي وفرده وفرده الاخرى وقد في رجله، يعني بغى يردح الكلب شدوه من رجله راه حيد ليه السبرديله، يعني باين داك الشيء راه باين اللي غتحكي لي بحال هكا راه غايب. حسيتي بهذا الشيء كامل؟ هذا الشيء كل شيء كاين، كل شيء حسيت به وكيما حسيت به انا داك الشيء كاين بصح. دابا الملف فين وصل جيتي نحكي الملف؟ انا اصحاب المحمديه ما داروش خدمتهم، طالبنا بالفرقه الوطنيه ديال الرباط باقي كذلك باقي عندهم، حتى هما ما عيطوش على الناس اللي كاين في الشكايه، باقي ما عيطوش عليهم، هي عام وثلاث شهور ما كاين لا بحث لا والو، شاد الملف وبارك لي. انت عندك شي محامي؟ صاب ما عندي لا محامي، ما عندي لا جمعيه وقفت معايا، لا حتى شي حد ازرني، عندي الله الحق سبحانه واللي شاف فيا. جمعيه ما وكيل ما عرفوش الجمعيه ديالها، خرجتي الراي العام على خرجت خرجت ولكن ماشي يعني ذاك ما كملتيش الملف؟ اه انا كنبراك كنقول راه الخدمه راه غاده الخدمه، لا ما نبقى ندير هذا الاعلام وهذا المنبر ديالنا، نحاولي نوجه رساله للجمعيات كنوجه رسالتي اللي عندهم يعني السلطه واللي عنده يعرف اش يدير معايا يخدم معايا في هذا الملف، يساندوني جمعيتي يساندوني ازروني، محامون شافوني ازروني، شوفوا ها في هذا الدري ويقولوا هذا شنا فيه وليدنا، هذا الوليد يقولوا شفنا فيه وليدنا، يخلوني انا يشوفوا ها في هذا الوليد اللي تغصب شبابه، يلا حتى هو بنى حياته شهرين باش تزوج، بغى يبني حياته ولد وليداته غصبوه، ما ولد ليا ولاد، ما خلى ليا ولاد، ما خلى ليا باش نتفكروا. تزوجوه يلا تزوج شهرين، يلا شهرين باش تزوج وغصبوه، كنطلب من سيدنا يشوف من حالي، كنطلب من الحموش يشوف فيا ويحيل ليا هذا الملف ديال ولدي على الامن، حيدوا ليا من الدارك ويحيلوا ليا على الامن، هما اللي غياخذوا ليا حق ولدي، هما نطلبوا الله، كنطلب الله، انا راه عندي الله اللي خطط ليا في الملف ديال ولدي ودخل فيه بشي حاجه اللي ماشي هي هذه، راه كندعيه لله ياخذ فيه، راه غدا يوم القيامه راه غنتواقفوا، اللي دخل في الملف ولدي وخربق ليا في الملف ولدي راه نطلبك ندعي فيك الله، انا راه واخا ندعيك المخزن ما غناخذش منك الحق، ولكن غندعيك الواحد وحده هو اللي غياخذ ليا حق. سد المده كامله هاد الناس اللي المتهمون دابا ساكنين حداكم ولا؟ ساكنين راه كيدوزوا يتفلسوا من حدانا، كيدوزوا من حدانا، زعما هما راه ما عندهم صافي القضيه بردت، هما دابا حنت داز عام القضيه بردت، كيقول لك زعما هما راه صافي القضيه راه بردت، راه تباعت املاك، تباعت بلا املاك، تباعت في القضيه ديال ولدي، ويبحثوا في هذا الشيء ويشوفوا واش كاين ولا ما كاينش. واش دير الرساله الاخيره ديالك باش توجه للشعب المغربي وكذا؟ كنطلب من الشعب المغربي يوقف معايا، اللي عرف فين يمشي وفين يجي وعنده يعني بحال اللي يقول هاد الدري وليدنا وعنده تا هو معرفه وعنده شي حد، ويدخل ليا في قضيه ولدي، يدخل في قضيه ولدي، وراني ما عندي حد، راه عندي غير الله، راه ما عنده حباب، ما عنده لا حتى شي واحد اللي واقف معايا، راه غير انا وبواه والله معانا. كنطلب من سيدنا يشوف من حالي، وكنطلب من السي الحموشي، انا كنطلبك الله يرحم لك الميمه ديالك، الله يخلي لك الوليدات ديالك، نطلبك تحيل لي الملف ديالي على الامن، تاخذ لي حق ولدي، راه هذا البحث راه ما غاديش كيف ما ينبغي، هذا البحث راه فيه اختلاسات بصراحه، هذا البحث فيه اختلاسات،
ملي كيقول الشاهد بان الدارك كيقولوا ليا ما تبقاش تقول فلان، ما تبقاش تقول فلان، هذا فلان الشاهد العيان، الشاهد اللي كان هدوه. اه راه كان صاحب ولدي من روح الروح، هذاك يمشي لدارهم وهذاك يمشي يجي عندنا. خرج الاعلام الشاهد. عندي اوديوات، عندي اشهاد بسمع عليه، ولكن السيد الله يحسن عونه هدوه ما لوموش. انا هذا الشاهد انا مبرئاه، علاش؟ حيت مهدد، ما لوموش هذا الولد مهدد، مهدينه. اه مهدينه بحدي الان، باقي كيمشي ليهم ولد الضحيه كيمشي ولد المتهم. شكرا. شكرا، كنشكركم حتى انتوما، كنشكركم، بارك الله.